حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج ارض العجائب. نواصل اياكم الحديث عن سقطرى الثريه بتراثها وثقافتها وطبيعتها الخلابه وجمال سواحلها وتنوعها الحيوي والبيئي. ولدينا اليوم دم الاخوين، شجره الاساطير والعلاج. صقر سقطرى، الطائر الذي دخل موسوعة كينيكس للأرقام القياسية. وكتاب الحلقة سقطرى، جزيرة الأحلام والأساطير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. لا تكاد تذكر جزيرة سقطرى إلا وتذكر معها شجرة دم الأخوين، أو ما يعرف في سقطرى بشجرة عريب، وهي شجرة نادرة ليس لها مثيل في أي مكان في العالم. شجرة دم الأخوين نسجت حولها الكثير من الأساطير، منها أنها نبتت من دم هابيل الذي قتله أخوه قابيل، وروايات خيالية أخرى وأساطير كثيرة، وذلك بسبب السائل الأحمر الذي تفرزه الشجرة ويبدو كالدم. تنمو شجرة دم الأخوين في المرتفعات وقمم الجبال والمناطق الباردة في الجزيرة، ولها الكثير من الاستخدامات خصوصا في المجال الطبي. دعونا نشاهد هذه المادة حول شجرة دم الأخوين. شجرة عريب تعرف عالميا بشجرة دم الأخوين، وهي من أندر الأشجار والنباتات المستوطنة في جزيرة سقطرى. تتميز عريب بشكلها الفريد، تنتشر على قمم الجبال ويتراوح طولها بين 6 إلى 9 أمتار، وحولها نسجت الكثير من الأساطير والحكايات الخيالية نظرا لغرابة شكلها والسائل الذي يخرج منها. تستخدم شجرة دم الأخوين منذ القدم في المجال الطبي البدائي، خصوصا في علاج تقرحات الجلد ومشاكل الجهاز الهضمي وتقرحات المعدة. للمزيد حول شجرة دم الأخوين نشاهد هذا التقرير. لا تذكر سقطرى إلا ويذكر اسمها مقرونا بشجرة دم الأخوين، أو ما تعرف في الجزيرة بشجرة عريب، فهي من أندر الأشجار والنباتات المستوطنة في سقطرى منذ القدم. شجرة دم الأخوين توجد في المرتفعات الجبلية في جزيرة سقطرى، ويتراوح طولها بين 6 و9 أمتار. نسجت حول شجرة دم الأخوين العديد من الحكايات الأسطورية، أبرزها
أنها نبتت من دم الأخوين هابيل وقابيل عندما وقعت أول جريمة قتل أعرفها التاريخ، فسال الدم حتى نبتت منه الشجرة. أما الحكاية أو الأسطورة الثانية عن دم الأخوين فتقول إن الشجرة نمت من دم متخثر سال من تنين وفيل أثناء صراعهما حتى الموت. تتميز شجرة دم الأخوين بشكلها الفريد من نوعه، ولا تتوافر إلا في الجزيرة اليمنية، ويحدث أهالي الجزيرة شقوقاً في جذع الشجرة لتسيل منه مادة لزجة حمراء اللون تترك حتى تجف ثم تجمع، وتعد من أهم الصادرات الرئيسية للجزيرة وجزءاً من تجارة التوابل في المنطقة قديماً. كما تعد شجرة دم الأخوين من النباتات الطبية التي تستخدم كعلاج، كما كانت تستخدم في صبغ الملابس وصناعة البخور ودهان الجسم. تحتوي شجرة دم الأخوين فوائد طبية كثيرة، منها علاج تقرحات الجلد وبعض مشكلات الجهاز الهضمي وتقرحات المعدة، فضلاً عن استخدامها كمطهر للثة. وتدخل شجرة دم الأخوين أيضاً في صناعة معجون الأسنان. نظراً لخصوصيتها وتفردها، قرر الصندوق العالمي للآثار وضع سقطرى في قائمة المراقبة الخاصة كخطوة مهمة للحفاظ على تنوعها البيولوجي الرائع. ووفقاً لموقع ذا ناشونال، فإنه لا يمكن العثور على 37% من أنواع النباتات الموجودة في سقطرى في أي مكان آخر على وجه الأرض. قائمة مراقبة الصندوق العالمي للتراث والآثار تتكون من 25 من أهم مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر، إحداها جزيرة سقطرى. سيمون ميلن المختص البيئي قال إن التنوع البيولوجي في سقطرى مذهل، ويعتبر جزءاً من تراث ثقافي غني وفريد في المنطقة، معرباً عن سعادته بإدراج الجزيرة في قائمة المراقبة من قبل الصندوق العالمي للآثار. دعونا نشاهد المزيد في هذه المادة. قال موقع ذا ناشونال إن الصندوق العالمي للآثار قام بوضع جزيرة سقطرى التي تعد واحدة من أكثر الأجزاء القارية عزلة في العالم في قائمة المراقبة الخاصة. ووفقا للموقع فقد تم تقديم الترشيح للجزيرة من قبل الحديقة النباتية الملكية في اسكتلندا بالتعاون مع سقطرى والشركاء اليمنيين والعالميين، حيث يعد أرخبيل سقطرى منطقة ذات تنوع بيولوجي رائع لا يمكن العثور على 37% من أنواع النباتات فيه بأي مكان آخر على وجه الأرض. وأشار الموقع إلى أن الجزيرة تعد الآن جزءاً من قائمة مراقبة الصندوق العالمي للتراث والآثار المكونة من 25 من أهم مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر في العالم، مشيرة أن سقطرى تحتاج إلى اهتمام فوري. وقال المسؤول في RBGE سيمون ميلن إنه مسرور بالاعتراف بجزيرة سقطرى من قبل الصندوق العالمي للآثار، ووصفها بأنها خطوة مهمة في حماية هذا التراث المهم عالميا. سيمون أكد أن التنوع البيولوجي في جزيرة سقطرى مذهل، وهو جزء من تراث ثقافي غني وفريد في المنطقة، حيث ترتبط الطبيعة والبيئة ارتباطا وثيقا بثقافة ولغة وتقاليد أبناء سقطرى. مشاهدين الكرام، صقر سقطرى من نوادر الجزيرة الواقعة في عمق بحر العرب، لا يعيش في أي مكان على وجه الأرض سوى سقطرى. ظل هذا الطائر أكثر من 100 عام دون اسم، وبذلك دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية إلى أن تمت تسميته في عام 2010. يعد صقر سقطرى من أندر الطيور في العالم، ويوجد في سقطرى منه قرابة 250 زوجا، وتم تصنيفه ضمن قائمة الطيور المعرضة للإنقراض المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. للمزيد نشاهد هذه المادة.
من الأمثال السقطرية المعروفة في الجزيرة، المثل القائم باللغة أو القائل باللغة السقطرية قال تقل الميكن كرامة، وهو مثل يقال في إكرام الضيف والاعتذار عن التقصير، ويعني بالعربية لا تصغروا وليمتكم ومنزلتكم، أي أن منزلتكم ومكانتكم أكبر من هذه الوليمة وهذه الكرامة. نشاهد هذه الفقرة. سقطرى جزيرة الأحلام والأساطير، مقال للكاتب حسين العدروس لمجلة تراث، يتحدث فيه عن سقطرى الرائعة المسترخية في بحر العرب. يشير الكاتب إلى متعة التجوال بين سهول وجبال وسواحل جزيرة سقطرى، فالسواحل بكل أشكالها تتدرج عليها الرمال الناعمة لتكون همزة وصل بين الصخور والمياه. تحدث أيضا في مقاله عن أودية سقطرى الكثيرة والوعرة والأشجار التي تمتد كقطعة خضراء مفروشة مطعمة بالألوان الزاهية الأخرى. تطرق الكاتب العدروس أيضا إلى التنوع الحيواني في سقطرى وحالة الأمان التي تعيشها الجزيرة بسبب عدم وجود الحيوانات المفترسة ولا آكل للحوم، كما تطرق إلى طيبة أهالي سقطرى وطبيعتهم المسالمة وكذلك لغتهم الفريدة وكرمهم الذي يعبر عن فطرتهم السليمة. للمزيد حول ما قاله حسين العدروس في كتابه نشاهد هذه المادة. في مقاله سقطرى جزيرة الأحلام والأساطير لمجلة تراث، تحدث الكاتب حسين العيدروس عن جزيرة سقطرى وشيء من خصائصها وأسرارها. الكاتب أشار أنه يمكن للإنسان أن يستمتع في التجوال بين سهول وجبال وسواحل جزيرة سقطرى، فالسواحل بكل أشكالها تتدرج عليها الرمال الناعمة لتكون همزة وصل بين الصخور والمياه. أما عن أودية سقطرى فإنها ورغم وعورة وصعوبة الوصول إليها، إلا أن كسوتها الطبيعية من الأشجار المتنوعة جعلتها كقطيفة خضراء مفروشة مطعمة بالألوان الزاهية الأخرى. ويستطرد الكاتب قائلاً: وخلال التجوال في سقطرى تجد القليل من البيوت المتواضعة مترامية هنا وهناك على حواف الأودية أو في أطراف الشعاب، وهي عبارة عن عروش البدو التي هجرها أصحابها منذ فترات طويلة بحثا عن مصادر أخرى للعيش بعدما جفت الكثير من مصادر المياه بالجزيرة، وأصبحت هذه البيوت أطلالاً تتردد خلالها الأصداء حين تهمس بداخلها بعدما كانت عامرة تعج بالحياة وتدب فيها الحركة دون انقطاع كما نعهد ذلك في الباديات الأخرى. الكاتب أشار أيضاً في مقاله إلى أغنام وأبقار سقطرى التي تذهب وتغدو بين الغابات الكثيفة والشجيرات المكسوة بها أرض الجزيرة بنسبة عالية جداً. تغدو تلك الأنعام وهي آمنة غير مكترثة بشيء قد يهدد حياتها مطلقا، فالجزيرة بحسب الكاتب لا تعرف الحيوانات المفترسة أو آكلة اللحوم، فلا وجود للكلاب أو الذئاب أو الثعالب أو غيرها،
الكاتب تحدث عن أهالي سقطرى وأكد أن لهم لغة خاصة يتكلمون بها فيما بينهم، وهي لغة لها صلة وثيقة باللغات القديمة كالمهرية في شرق اليمن، وقد استمرت نتيجة الانغلاق والانقطاع عن العالم إلى حد كبير. ويختتم الكاتب المقال بقوله: فإذا نويت القيام بجولة إلى الجزيرة الرائعة فكن على ثقة من كرم أهلها الطائي الكفيل بتجديد نشاطك يوما بعد يوم، فهم بحسب الكاتب يعيشون على الفطرة الحقة، يحفون بزوارهم ويجودون عليهم بما لديهم. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أرض العجائب، نلتقي في حلقة جديدة مقبلة، إلى حينها تقبلوا تحياتي وتحيات فريق البرنامج، دمتم في أمان الله.